لا يعني احنا عايزين نقول حاجة للإنسان لأي واحد زي ما حضرتك بتقول تسوي له نفسه أو بيفكر إن هو يعمل ديت، ده شيء خلاص انتهى. قصة الانفلات الأخلاقي اللي كان قبل كده، إن ممكن تعمل جريمة وما تجيش أو ما حدش يحددك أو تستهدى أو يستهدفك، ده شيء انتهى ولن يعود. تمام، انتهى ولن يعود. وببعث رسالة من برنامج حضرتك، الكاميرا بتاع سيادتك، للمواطن ان هو ان شاء الله مصر آمنة، ومن حقك تتحرك في اي وقت من الليل او النهار وانت مطمن تماما.